السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم تلاميذ الصف الأول الابتدائي، نستكمل مع بعض باقي دروس مادة التربية الدينية الإسلامية. معانا درس تحية الإسلام، معانا النهاردة درس تحية الإسلام. يعني إيه تحية الإسلام؟ هنا واحد زميلنا أو واحدة زميلتنا بعد ما رجعنا من المدرسة وبندخل من الباب، أو لما بلاقي ماما في وشي بدخل كده على طول، بسيبها وبدخل ولا بسلم عليها؟ بسلم عليها. بسلم عليها بقول لها إيه؟ بقول لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى هنا تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى أول ما أدخل على مجموعة من الناس لازم ألقي عليهم تحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا راجع من المدرسة ودخلت المنزل لقيت ماما وبابا قاعدين، اقول لهم ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انا لما اقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المفروض بابا وماما يردوا عليا يقولوا لي ايه؟ تعالى كده نشوف مع بعض رد التحية. رد التحية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى انا لما ادخل على مجموعة من الناس وأقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هيردوا عليا يقولوا لي إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا روحت البيت ولقيت ماما وبابا في المنزل، أول ما بدخل من باب المنزل بقول إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى بابا وماما هيردوا عليا يقولوا لي إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة يا سنة أولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.